مساء الخير يا شباب. بتكليفنا رئيس السيسي انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 غدا الأحد 23 أكتوبر. ده خبر جديد على المصري اليوم. نقرا بقى الخبر. صرح سفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول مؤتمر مستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسة الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030. نكمل. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية اللاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي وانعكاساتها الدولية والمحلية وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغير في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام. كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل ودور المشروعات ومبادرات التنمية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية نهوضه بدوره النهوض بدوره. وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين وملامح رؤية مصر 2030 والأولويات الوطنية والطريق إلى تنمية مستدامة في عالم متغير. ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة سياسات ورؤى تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو وضمان التوزيع العادل لثماره بما يربي تطلعات المواطن المصري. كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترحة تبعي لها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل بصفته شريكا فعالا في جهود التنمية المستدامة. كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع استثمارات الهام العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين المصريين والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام. وفي الوقت نفسه أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانع السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في جهود التدابير التي اتخذتها الدولة المصرية لحد من أثار ارتفاع الأسعار. وقال السفير نادر سعد: تستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قبل صانعي سياستها في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم. تقدر الإشارة إلى أنه في إطار عرض حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بمؤتمر اقتصادي بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط المعلن أمامكم، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة وتسهيل عملية اطلاع جميع المعنيين عليها بما يشمل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثا حيا لفعاليات المؤتمر ومنصة التواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري. كما يتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسة المؤتمر المختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء المهتمين بشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم
ومقترحاتهم في هذا الصدد. شكرا لاستماعكم لهذا الفيديو، فيديو مهم جدا والمؤتمر ده مهم جدا. لو انت حابب تشارك فيه شارك من خلال الموقع الالكتروني دوت، انا هسيب لك الرابط بتاعه، وكل النص دوت موجود في صندوق الوصف. شكرا للمشاركة والاستمتاع لهذا الفيديو.